النائبة كفاح فرحان: البرلمان منقسم بشأن قرار نقل الصلاحيات إلى المحافظات. وفي صلاح الدين مخاوف يثيرها مواطنون بسبب نقل صلاحيات الوزارات في هذا الوقت. العراق يدين تفجيرات سريلانكا ويؤكد الإرهاب لا دين ولا وطن له. والدفاع النيابية تعتزم جمع التوقيع لاستضافة الحكيم بعد تصريحات القائم بأعمال السفارة الأمريكية. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت النائبة كفاح فرحان وجود انقسام بين الكتل السياسية حول قرار نقل الصلاحيات إلى المحافظات، مشيرة إلى تخوف الرافضين يعود إلى استغلال ذلك من أجل الانتخابات والاستحقاقات السياسية. البرلمان منقسم إلى قسمين، قسم من يؤيد نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، ومنهم من يرفض نقل الصلاحيات لأنه ستستثمر هذه لصالح الانتخابات وأيضا لتوسيع القاعدة الجماهيرية لدى الكتل السياسية التي هي تشكل أغلبية في مجالس المحافظات. نحن من الرافضون لنقل الصلاحيات بسبب هذا الموضوع، بسبب أنه ستستثمر هذه الصلاحيات وهذه الأموال وهذه الدرجات من التعيينات لتوسيع القاعدة الجماهيرية للكتل السياسية، وخاصة نحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظة. سنكون بالتالي بما أنه صدر هذا القرار من مجلس الوزراء سنكون متابعين لهذا الموضوع، وسندقق في التعيينات التي ستصدر من الحكومة المحلية، وسنرى أنه استثمرت لصالح الكتل الموجودة في مجلس. أثار قرار نقل الصلاحيات إلى المحافظات مخاوف العديد من المواطنين في محافظة صلاح الدين، عازين أسباب ذلك إلى استغلالها سياسياً قبيل الانتخابات المحلية المقبلة. يعني نرى أنه نقل الصلاحيات من قبل رئاسة الوزراء للحكومات المحلية في المحافظات العراقية، ربما هذا الموضوع يثير شيئا من المخاوف لدى الشارع العراقي. لماذا يثير شيئا من المخاوف؟ أولا، الانتخابات المجالس المحافظات قادمة خلال الفترة المقبلة، ربما 5 أشهر أو 6 أشهر، وتحويل الصلاحيات بالتعيينات للمحافظين في هذا الوقت تحديدا هو يبعث مخاوف للمواطنين حول شبهات فساد وشبهات تلاعب بربما المقربين من المحافظين لمنحهم درجات وظيفية مقابل التحشيد لانتخاباتهم في مجالس المحافظات المقبلة. فتخوفنا اليوم وتحفظنا على السيد عادل عبد المهدي أنه يتراجع في يعني منح الصلاحيات للمحافظين خلال هذه الفترة إلا ما بعد انتخابات مجالس المحافظات. الشارع يتخوف من هكذا قرارات يعني غير مدروسة ومبتذلة وسريعة، والشباب العاطي عمل يعني حقيقة لدينا كثير من الشباب الكفاءات والشهادات والخبرات، ولكن هذه الدرجات الوظيفية سوف تذهب إلى يعني غير الكفؤين الذين يعني محسوبين على تلك الجهة أو هذه، وستكون هناك مساومات وبيع، ربما عمليات بيع وشراء، وراح يعني يكون الموضوع يعني غير مدروس ويعني راح. أكد مسؤول مكتب تدريب تحديث البطاقة الانتخابية في صلاح الدين صدام جاسم ارتفاع عدد الوافدين للقيام بتحديث البطاقة الانتخابية نتيجة الحملات الإعلامية التي قامت بها مفوضية الانتخابات. من جهته أشار أحد الموظفين إلى أن العقبات التي تقف بوجه المطالبين بالتحديث هي قانونية من خلال طلب إبلاغ حول ضياع البطاقة. بدأ التحديث في عموم العراق ومحافظة صلاح الدين ضمن محافظات العراق بدءا من 25/3/2019 لتحديث بيانات سجلات الناخبين البايومتريه وتحديث بطاقاتهم، وفي عموم المحافظه تم فتح 38 مركز تسجيل. في البدايه كان الاقبال ضعيف من قبل المواطنين، ولكن بجهد الحملات الاعلاميه وجهد موظفينا في مراكز التسجيل بدات وتيره التحديث بالتصاعد. كذلك تم تحريك فرق جواله في عموم المحافظه للتحرك إلى الناخبين وإلى الموظفين من خلال دوائر الدولة ومن خلال الجامعات والمعاهد وكذلك المدارس الإعدادية لتحديث سجلات الناخبين للمواليد المضافة من مواليد 2001، وحاليا أيضا دخلت مواليد 2002 يتم التحديث بياناتهم لغرض أن يكونوا ناخبين مسجلين إذا للانتخابات، إذا استحقاقات الانتخابية في السنوات القادمة إن شاء الله. رسالتنا من خلال قناتكم
انه العائله العراقيه والعوائل العراقيه ان تتحرك الى مراكز التسجيل لقصر فتره التحديث واستغلال هذه الفتره اللي اصبح لها تمديد لغايه 11/5/2019 كموعد نهائي لاجراء عمليه تحديث سجلات الناخبين. رسالتنا انه التحرك الى مراكز التسجيل لغرض تحديث بياناتهم الالكترونيه واستلام بطاقاتهم البيومتريه الموجوده حاليا في مراكز التسجيل، وامتلاك بطاقه الناخب هو مهم جدا لغرض الوصول الى صندوق الاقتراع في يوم الاقتراع. صدام جاسم محمد، مسؤول شعب التدريب، مكتب انتخابات صلاح الدين. بالنسبه للمواطن يعتبر الاجراءات اللي مطلوبه من عنده يعتبرها عرقله، يعني مثلا مواطن فاقد بطاقته الانتخابيه، يعني احنا كموظفين نتبع التعليمات اللي تصدر من المكتب الوطني على آلية تسليم البطاقة وتحديثها. فالمواطن يتصور انه احنا دا نعرقل، يعني مثلا مواطن مضيع البطاقة قصيرة الامد او طويلة الامد ويريد يمتلك بطاقة ولازم يسوي بلاغ شرطة ومحكمة وهو مستمسك رسمي، فيتصور انه المفوضية دا تعرقل العملية عليه، ويعني كل مواطن حسب فهمه للوضع. ولكن بالنتيجة المواطن لازم يجيب بلاغ وهاي مو عرقلة. أما مسألة التحديث فهي مسألة سهلة جدا وسريعة جدا، والتعاون من قبل المفوضية كبير جدا، وعندنا فرق جوالة أيضا نتجول في الدوائر الحكومية وفي التجمعات اللي موجودة، أكبر كمية من المواطنين موجودين في أي منطقة دا نتواجد ودا نحدث البطاقة إلى، ويعني التسهيلات موجودة التسهيلات، بس المواطن أيضا لازم يعني يجي يمتلك حتى إذا ما يريد ينتخب، يعني هو هاي مستمسك رسمي مطلوب من عنده حتى إذا ما يريد ينتخب، وقد يكون يعني قبل الانتخابات بيوم أو بيومين يغير رأيه ويجي ينتخب. أما الآن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة صلاح الدين خلال الموسم الشتوي أثرت تأثيرا كبيرا على الأهالي الذين يقطنون في الهياكل، وآخرها حادث المرأة المسنة في مدينة تكريت والتي سقط عليها أحد جدران المنزل ما أدى إلى وفاتها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. قناتكم الكريمة تقدر تصوره هذا البيت اللي قاعدين به. بسم الله. هم لا سقف لا حمام لا ما أدري إيش. الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة صلاح الدين خلال الموسم الشتوي المنصرم أثرت تأثيرا كبيرا على الأهالي الذين يقطنون في الهياكل والذين يقطنون أيضا في المباني الآيلة للسقوط، وآخرها حادث المرأة المسنة في مدينة تكريت والتي سقط عليها أحدى جدارات المنزل ما تسبب بوفاتها. حجة السنية وقع عليها الحائط ويرحمها الله يرحم موتاكم. بالنسبة لنا يعني حالتنا رديئة بشكل، هذا بيت والدتي وقع عليها وهي مهينة، هاي باقي البيوت وقع، هذا البيت اللاخة، يعني كل البيوت تعبانة، شارعنا احنا بشكل تعبان، يعني خاصة شارع الباشا. طالبوا من الحكومة المحلية انه والله نطالب منهم يلتفتون علينا بالتفاتتهم الطيبة، ناشد المحافظ يعني ينتبهون علينا، يشوفون هالعوائل هاي كلها فقيرة، حالتهم تعبانة، يعني حتى إذا عنده يتعشى الصبح يتعشى بالليل ما عنده غدا، غدا ما عنده ريوق، فنقول هالله هالله بالمروة واحنا واقعين بوجلة جاويد. والباقي هم هم ادرى يعني بحال الشعب، يعني الشعب حال تعبان، خاصه تعبانه وقاعد توقع باستمرار، ماكو يعني الناشد والريد وماكو نت. في الوقت الذي يطالب فيه مواطنون وناشطون بضروره تعويض المتضررين جرى الامطار والسيول التي لحقت بعده مدن من محافظه صلاح الدين. الحاله اللي موجوده حاليا في شارع الباشا نعتبر حاله يعني مأساوية من كل النواحي، بناء قديم، عندنا الحجية ساعة سياج وقع عليها بما أدى إلى وفاتها، وإحنا نطالب من المحول الحكومة المحلية وليس المركزية من سيد المحافظ بأنه يزورنا بأقرب وقت ممكن، ويمكن راح يشوفهم فحت حالة إحنا ميتين من أوان سابق، يعني راح أشوفكم فد حالة يرثى لها، لأنه أنا أحد سكان هذا البيت اللي وقع عليه البيت هو وأطفالي، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لنا عمر جديد ونقدر ننتقل إلى مكان آخر. يمكن إذا شرفنا قناتكم بأن أشوف الحالة اللي موجودة ما بعد نشوف الحالة ما العمس. مصطفى الوحادي، قناة سامراء، صلاح الدين.
أدانت وزارة الخارجية الأحد سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها جمهورية سريلانكا وتسببت بقتل وجرح العشرات من المواطنين، لافتة إلى أن هذا الاعتداء يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صورها. وقالت الوزارة في بيان: تدين وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات ما تعرضت له جمهورية سريلانكا من سلسلة تفجيرات تسببت بإزهاق أرواح بريئة والعشرات من الجرحى، مستهدفة كنائس وفنادق في كوالامبو وانغومبو وباتيا كالو في أثناء إقامتها مراسم دينية للاحتفال بعيد الفصح. كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي عن آخر التطورات المتعلقة بتسمية الوزارات الأربع المتبقية، وقال الموسوي إن تحالف سائرون ربط حسم مرشح وزارة الداخلية بتسمية رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وهو ما أخر حسم القضية طيلة الفترة الماضية. وأضاف أن المفاوضات الأخيرة بين سائرون والفتح والكتل الأخرى توصلت إلى إعادة ترشيح مرشح تحالف المحور سفان الطائي إلى حقيبة التربية، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني القاضي فاروق أمين إلى حقيبة العدل، لافتا إلى طرح عدة مرشحين لوزارة الدفاع. وبين أن الكتل السياسية خولت رئيس الحكومة باختيار مرشح واحد لوزارة الدفاع من بين أربعة أسماء عرضت عليها. اعتبر النائب فالح الزيادي أن مجلس النواب والحكومة مقبلان على خطوة مهمة وخطيرة تتمثل في ملف الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة. وقال الزيادي إنه حتى اللحظة لا يوجد مبدأ أو آلية حقيقية لاختيار من يتسنم المناصب في الوزارات والهيئات المستقلة أو غيرها، سواء كان من خلال التوافق أو المحاصصة أو الكفاءة أو الاتفاقات أو غيرها من الآليات ليتم العمل عليه داخل البرلمان، مبينا أن مجلس النواب والحكومة مقبلان على خطوة مهمة وكبيرة وخطيرة، وهي ملف الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية الأحد عزمها جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم على خلفية تدخل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود بالشأن الأمني لمحافظتي الأنبار وبابل. وقال عضو اللجنة علي جبار إن عمل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود يقتصر على التعاون الدبلوماسي بين بغداد وواشنطن وغير معني إطلاقا بالشأن الأمني العراقي، لافتا إلى أن تدخل هود يضع النازحين واتهام بعض الجهات من الحشد الشعبي بمنع عودة العائلات لمنازلها أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عليها. هذا وأثار التصريحات القائم بعمل السفارة الأمريكية جوي هود بشأن نازحي جرف النصر شمالي بابل كتائب حزب الله بأنه لعب على الوتر الطائفي، محذرا من أن الهدف من تلك التصريحات إسقاط الطوق الأمني للعاصمة بغداد ضمن مخطط مستقبلي يستهدف النظام السياسي في العراق. وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محي في بيان له إن ما صرح به القائم بالأعمال الأمريكي يعد تدخلا في الشأن العراقي وتخرصات وافتراءات ينبغي أن تلجم، فليس هو من يقيم دور فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي ومكانتها وتضحياتها التي يحترمها الشعب العراقي، وهي التي ولدت من رحم هذا الشعب وقدمت الشهداء لتحرير العراق من الاحتلال الإرهابي الأمريكي ومن عصابات داعش التي مولتها ودعمتها أمريكا وحلفائها. شرعت مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي بحملة لرفع المخلفات الحربية التي جرفتها السيول شرق قضاء القرنة في محافظة البصرة. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن مفرزة مكافحة المتفجرات للواء الأول في الحشد شرعت بحملة لإزالة المخلفات الحربية في منطقة بيردة شرق قضاء القرنة باتجاه طريق سد مجنون النفطي بمسافة 8 كيلومتر ضمن قاطع عمليات البصرة للحشد.
كشف مصدر نيابي عن رغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتغيير عنوان مستشارية الأمن الوطني وربطها بنائبه للشؤون الأمنية، وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين سائرون والفتح طرحت فكرة استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية وإناطتها إلى فالح الفياض، على اعتبار أن مستشارية الأمن الوطني ستتحول أو ترتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء. تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الأنبار من اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية استباقية جنوب مدينة الرمادي. وقال مصدر أمني حيث شرعت بحملة دهم وتفتيش القوات الأمنية استهدفت منطقة حي التأميم جنوب مدينة الرمادي، أسفرت عن اعتقال أبرز قيادي التنظيم في تلك المناطق. وأضاف أن القوات الأمنية أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة وقامت بعملية دهم وتفتيش واسعة تمكنت من اعتقال القيادي الذي فر من مناطق صحراء الأنبار الغربية باتجاه تلك المنطقة دون وقوع أي مقاومة تذكر. أبى ولقي جندي أمريكي حتفه في محافظة نينوى بحادثة ليست عسكرية وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. وقالت القيادة إنها ستنشر معلومات إضافية في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها لن تعلن عن هوية العنصر حتى الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالحادثة. كما وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن القوات الأمنية ألقت القبض على 4 مطلوبين بعملية دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من المحافظة. وقال المصدر إن القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة من أقضية حديثة وهيت والقائم غربي الأنبار، تمكنت من خلالها من اعتقال 4 من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية. أقامت جامعة الفلوجة مؤتمرا مع شركات القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للخريجين، بما أشار عدد من الحضور أن الهدف من إقامة المؤتمر هو فرصة لتبيان قدرات الخريجين وعرضها أمام المستثمر. بعض الوظائف ويوم التصميم، وهذا الملتقى الأول أعتقد على مستوى محافظة الأنبار، وخصوصا بعد عمليات التخريب التي طالت هذه المحافظة. هذا الملتقى حقيقة الهدف منه هو التعشيق بين شركات القطاع الخاص وبين الخريجين العاطلين عن العمل، من خلال توفير فرص تدريبية وأيضا توفير فرص عمل لهم. كما تعلمون بأنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة أقامت في كل جامعة من الجامعات مراكز التأهيل والتوظيف والمتابعة اللي هو يعني CDC. فهذه المراكز يعني تعنى بالخريجين بالتدريب. من هذا الملتقى هو الكشف عن مواهب الخريجين ومواهب الأساتذة في الجامعة، الذي يهدف بنهاية المطاف لتسخير هذه الأفكار للحصول على مشاريع تطويرية تخدم المجتمع وتخدم الفرد، وأيضا تقلل الهوة بين الخريج الذي يعاني حقيقة من البطالة بسبب قلة التعيينات. الطالب المبدع يجب احتضانه، يجب إعطاءه الفرصة الكافية لكي يطبق مشاريعه وممكن ينمي مهاراته من خلال العمل البحثي ومن خلال العمل التطبيقي الذي يصب بالنهاية في خدمة المجتمع. الآن حصلنا قرار هيئة رأي في وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه مباشر من السيد وزير الصناعة والمعادن بتخصيص المساحات الشاغرة في شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. أي مساحة شاغرة ممكن أن يجدها الخريج، ننسق مع الشركة الفلانية حتى تخصص له الأراضي بدون مقابل، ينشأ عليها مشروع الصناعي. إضافة إلى أنه ننسق ويا المصرف الصناعي للحصول على قروض
ميسرة ونسهل الأمر، والجماعة بالمصرف الصناعي ما يقصرون بهذا المجال، إضافة إلى بتوجيه مباشر وبدعم مباشر من السيد مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نحث الشباب أنه يسجلون كعاطلين عن العمل في بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على قروض ميسرة. الدعم أيضا يتلخص بأنه أجور التسجيل لتأسيس المشروع الصناعي جدا قليلة، 50,000، مجرد أنه يجيب لنا وثيقة تخرجه مع دراسة جدوى لمشروع، دراسة جدوى بسيطة أيضا نساعده بها ممكن. فكل هذا هدفنا أنه خدمة خريجينا، خدمة هذا البلد، تشجيع الصناعة العراقية، تقليل نسبة البطالة، والاتجاه في الشباب من النظر إلى العمل الحكومي إلى العمل الخاص به اللي هو أصبح من الأمور. النشرة مستمرة. التخطيط تصرف التخصيصات المالية لخمس محافظات وثلاث وزارات. بإرادة مستقلة تراعي مصالح العراق المشروعة أولا وأساسا، وتحترم المصالح المشروعة للآخرين. أخبار بلا أسرار. أهلا بكم من جديد. بحث وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان خلال لقائه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز تحديث النظام الصحي بالاستفادة من الخبرات التركية. وقال مكتبه في بيان أنه تم خلال اللقاء بحث القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا في مجالات الخدمات الصحية، وأهمها موضوع تسهيل التأشيرات واهتمام الوزارة بإنجاز المستشفيات التي تنفذها الشركات التركية في عدة محافظات عراقية. أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي الأحد إعداد لجنته خطة استباقية لمواجهة حالات التلوث والأمراض الوبائية والموسمية مع اقتراب فصل الصيف. وقال الموسوي إن موسم الصيف على الأبواب، والجميع يعلم أن هناك العديد من الأمراض الوبائية والموسمية تنشط خلال هذا الموسم، من بينها الكوليرا وأمراض أخرى، مبينا أن هناك خشية من انتشار الأمراض بسبب تلوث المياه والبيئة وغيرها من الطرق التي تساعد على انتشار الأمراض. وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اليوم الأحد وثيقة تعاون مع مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص في مجال تشغيل العاطلين والحد من البطالة وتنظيم سوق العمل وجوانب أخرى تتعلق بالتنمية البشرية. وذكرت الوزارة في بيان تتضمن مجالات التعاون وفقا لهذه المذكرة تقديم وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بأنشطة التنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص بما يساعد على تشغيل العاطلين والتخفيف من نسبة الفقر. كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إحصائية جديدة بأعداد النازحين العائدين إلى مناطقهم في المحافظات المحررة، مبينة أن نحو 1,600,000 نازح ما يزال في المخيمات، فيما تم غلق 57 مخيما. وذكر بيان للأمانة العامة إن مجموعة دعم الاستقرار الخاصة بالدول المانحة عقدت اجتماعا هاما في دار ضيافة ببغداد لسد الثغرات الخاصة بإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم داعش، بمشاركة الوزارات العراقية المعنية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول المانحة ودول التحالف الدولي، إضافة إلى ممثل عن حلف الناتو. أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي اليوم الأحد عن تسلم الوزارة لخطط الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لعام 2019 والشروع بتدقيقها والمصادقة عليها، لافتا إلى إرسال معظمها إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تضمنتها تلك الخطط.
وذكرت الوزارة في بيان إن وزارة التخطيط أطلقت التخصيصات المالية لعدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بالصرف، موضحا أن وزارات الشباب والرياضة والكهرباء والتخطيط هي من الوزارات التي أطلق الصرف لها، بالإضافة إلى 5 محافظات هي صلاح الدين والبصرة وميسان وواسط وكركوك، فيما سيتم إطلاق الصرف لباقي الوزارات والمحافظات خلال الأيام القريبة المقبلة بعد اكتمال تدقيقها، كاشفا عن إطلاق المستحقات المالية لعدد من الجهات الأخرى من بينها وزارات الداخلية والإعمار والإسكان والصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار وشبكة الإعلام العراقي ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وواسط والمثنى وذي قار وكربلاء المقدسة. أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنها تعمل على تنظيم ورشة عمل من أجل إنجاز ملف العشوائيات والأراضي الزراعية والتفريق فيما بينها وضمان حقوق المواطنين. وقال عضو اللجنة علاء السكر إن ملف العشوائيات والأراضي الزراعية ملف شائك، حيث تم التجاوز على الكثير من أراضي الدولة وأمانة بغداد على وجه الخصوص، كما أن الكثير من الأراضي أصبحت مناطق. وأضاف شاكر أن لجنة الخدمات والإعمار عملت ورشة عمل من أجل حل مشكلة الأراضي الزراعية والعشوائيات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأحد عن شمول الموظفين المتعاقدين بتخفيض الأجور الدراسية المسائية وفقا للقرار 603 لسنة 1987 وللسنة الدراسية 2018-2019. وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان أنه تم حصول موافقة وزير التعليم العالي على شمول الموظفين المتعاقدين بتخفيض الأجور الدراسية المسائية بنسبة لا تزيد عن 50% إسوة بأعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات وهيئة التعليم التقني وموظفي الوزارة. شهدت محافظة البصرة إقامة حفل زواج جماعي لـ50 شاب من أبناء المدينة. الشباب طالبوا الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني توفير فرص عمل وعدم التوقف عند هذا الحد لإكمال حياتهم. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميل ماجد الصقر. ولادات الميمونة لأهل البيت عليهم السلام إقيم حفل تزويج جماعي لـ50 شابا من أبناء المدينة وسط مطالبة الشباب بإيجاد فرص عمل لهم. نطلق من هذه المناسبات الثلاثة لنصنع جيل جديد ونساعد أبنائنا وبناتنا في هذه المسيرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ونأمل أن نكون خطوة إلى الأمام قادرين أن نصنع إلى العراق وأبناء العراق فجيل قادر على أن يحمي حضارات العراق. كل هذه المبادرة الحلوة التي قام بها الحشد الشعبي، كذلك نتمنى من دولتنا الكريمة أن توفر فرص أكثر لشباب الكوادر الأخرى، يعني الطلاب المتخرجين فرص عمل، كذلك مثل ما قامت هذه المبادرة الحلوة التي تأهيل الشباب للزواج كذلك فرص عمل أكثر. نتمنى جميع العراق والشباب العراقيين ونشكرهم جميعا. رجال الدين وممثلي عن الحكومة المحلية أثنوا على هذه المبادرة وطالبوا العوائل بتخفيف المهور العالية على الشباب وعدم المغالاة فيها التي قد تكون عائق أمام الزواج. خلال هذه المبادرة أنا أدعو الجميع بدءا من الأسر من أولياء الأمور في التساهل في قضايا المهور وعدم المغالاة فيها وإثقال كاهل الشاب في قضية المهر العالي، وإلى جميع الحكومات في المحافظات أن تعمل على أن يكون هنالك برنامج فصلي لتزويج شبابنا، خاصة هنالك ضعف مادي يقف حائلا دون الزواج بالنسبة للشباب، أن تعمل الحكومة على توفير ما يمكنهم من إداء نصف دينهم بالزواج الجماعي. إذن 50 شابا دخلوا القفص الذهبي اليوم وآخرون ينتظرون من يمد يد العون لهم من الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وفق برنامج خاص بالزواج الجماعي الذي يحد من العنوسة في المجتمع العراقي. لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر البصرة.
وهذه انتقالة إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل إبراهيم الهاشمي بعد الفاصل. أخبار بلا أسرار. شكرا زميلي عمر، أهلا بكم. نشرة اقتصادية جديدة بدايتها أبرز العناوين. المالية النيابية توضح حقيقة توحيد رواتب موظفي الدولة. والعراق يخطط لإنتاج 1.2 مليون طن إسمنت من 3 معامل. أهلا بكم من جديد. نفى عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الأحد موافقة وزارة المالية على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة. وقال ذيبان أن اللجنة المالية النيابية تسمع بين الحين والآخر أخبار عن موافقة وزارة المالية على إطلاق سلم الرواتب الجديد، مبينا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. وأضاف أن مجلس النواب يسعى خلال الجلسات المقبلة للعمل على إصدار قرار ملزم للحكومة يقضي بتوحيد الرواتب في المؤسسات الرسمية. وتابع ذيبان أن الحكومة لم تعمل على حسم الأمر لغاية الآن، معتبرا أن قضية توحيد الرواتب وإنصاف شريحة الموظفين تحتاج إلى قانون أو قرار ملزم لوزارة المالية. أعلن مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار وكالة فرجناه الأحد عن المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين عن عمليات التسويق وبشكل مباشر بعد تخصيص 30 مليار دينار، وذلك لتأمين صرف هذه المستحقات مناصفة في سايلوس ناصرية والرفاعي. وقال الناهي في بيان أن عمليات التسويق تسير بشكل تصاعدي، وذلك بعد وصول كميات قليلة منها في الأيام الأولى والتي بلغت نحو 57 طنا في سايلو الرفاعي و250 طنا في سايلو الناصرية. وأضاف أن هذه الدوائر تعمل على صرف مستحقات الفلاحين بشكل سريع بعد توفير السيولة النقدية المخصصة لهذا الغرض. أعلنت معاونية السمنت الجنوبية التابعة للشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إعداد خطتها الإنتاجية للعام الحالي، وذلك بتحقيق زيادة في كميات الإنتاج مقارنة بما تحققه في العام الفائت. وقال معاون مدير عام محمد حسن ناجي في بيان أن المعاونية خططت لإنتاج 1,200,000 طن من مادة السمنت خلال هذا العام، وبزيادة عن المخطط العام الماضي بحدود 200,000 طن للمعامل غير المستمرة والمستثمرة، والتي تشمل معمل سمنت الكوفة، معمل سمنت النجف الأشرف، ومعمل سمنت بابل، نتيجة للإقبال على السمنت المنتج لديها لما يتميز به من جودة ونوعية عالية ومواصفات أعلى من مواصفات العراقية بنسبة 27%. أعلن مكتب المفتش العام لوزارة النفط عن استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد، مشيرا إلى منع هدر قرابة 2 مليار من المال العام واسترداد 3 ملايين دولار. وذكر بيان للمكتب أن مكتب المفتش العام في وزارة النفط حقق العديد من المنجزات على مستوى التخطيط والمتابعة، وذلك لمواجهة الفساد والمخالفات. وأضاف أن غرامات المستحصلة من المخالفات للمنافذ التوزيعية من قبل المكتب للفصل الأول من عام 2019 للمنطقتين الغربية والجنوبية فقط بلغ أكثر من 1,887,000,000 دينار. وأشار أن مجموع المبالغ الموصى باستردادها من قبل المكتب في المنطقة الجنوبية للفصل الأول لعام 2019 من شركة نفط الجنوب أكثر من 3,500,000 دولار. أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي الأحد عن استعادة أكثر من 30 مليون دينار إلى خزينة الدولة خلال الشهر الحالي. وقال الغزي أن موظفين في قسم التدقيق والرقابة الداخلية أجروا عمليات التدقيق على شركات إطعام النزلاء،
واسترجعوا مبلغا قدره 30,594,720 دينارا. ويمثل مخالفات ارتكبتها تلك الشركات. وأوضح الغزي في بيان أن هذه المبالغ استرجعت من 5 شركات متعاقدة مع وزارة العدل، وذلك لإطعام نزلاء دائرة الإصلاح العراقية. وإلى آخر أخبارنا، حيث أعلن مجلس محافظة ميسان الأحد عن بلوغ خسائر المحافظة جراء غلق منفذ الشيب الحدودي أكثر من 20 مليار دينار، مبينا أن المحافظة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بعد الغلق. وقال عضو المجلس سرحان الغالبي أن غلق منفذ الشيب منذ أكثر من أسبوعين تسبب بخسائر كبيرة للمحافظة من الواردات التي كانت تستحصلها ميسان جراء المنفذ. وأضاف أن حجم الخسائر خلال الأسبوعين تصل أكثر من 20 مليار دينار، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت ارتفاعا كبيرا بالأسعار خاصة بالمواد الغذائية، وذلك بعد أزمة السيول وغلق المنفذ. ودعا الغالبي الحكومة المركزية إلى التحرك بشكل عاجل وإنقاذ المحافظة وفتح المنفذ لها من مردود اقتصادي كبير على المحافظة. نهاية نشرتنا الاقتصادية. عبد الله السامرائي معه الحقيبة الرياضية. دمتم بخير. أخبار بلا أسرار. شكرا لك زميلي عبد الله. وقبل الختام مشاهدينا، هذا تذكير بالعناوين. النائبة كفاء فرحان: البرلمان منقسم بشأن قرار نقل الصلاحيات إلى المحافظات. وفي صلاح الدين: مخاوف يثيرها مواطنون بسبب نقل صلاحيات الوزارات في هذا الوقت. العراق يدين تفجيرات سريلانكا ويؤكد: الإرهاب لا دين ولا وطن له. الدفاع النيابي تعتزم جمع تواقيع لاستضافة الحكيم بعد التصريحات القائم بأعمال السفارة الأمريكية. ختاما تقبلوا تحيات كادر النشرة بمخرجها حسام بفاعور. إلى اللقاء.